استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصغير صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، وذلك بمناسبة زيارة لمملكة البحرين لحضور حفل افتتاح منشأة الإسناد البحرية البريطانية بميناء سلمى الذي أقيم صباح اليوم، حيث نقل الأمير أندرو إلى جلالته تحياتي وتقدير صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا وصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي العهد، وتمنياتهما لشعب البحرين بدوام الرخاء والتقدم. ورحب جلالة الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير أندرو والوفد المرافق لسموه، وبلغه بنقل تحياته إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية وصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز. وعرب جلالته عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تشهد تطورا مستمرا في شتى المجالات، مؤكدا جلالته أنها تمتد لتاريخ طويل من التعاون المثمر والتنسيق المشترك. كما أكد جلالته الحرص المشترك على ترسيخ هذه العلاقات العريقة وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين. وفي إطار التعاون العسكري بين البلدين، أشاد جلالة الملك المفدى بافتتاح منشأة الإسناد البحري البريطاني بميناء سلمان، والذي يأتي دعما لجهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والذي تشارك فيه حوالي 60 دولة، ومن أجل تأمين حرية الملاحة والتجارة العالمية ومكافحة القرصنة وحماية الممرات الدولية في المنطقة وتعزيز الاستقرار والسلام العالمي، مشيدا جلالته بالدور المحوري الذي تطالع به المملكة المتحدة وإسهاماتها الإيجابية في خدمة الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة. هذا وقد استعرض جلالته مع صاحب السمو الملكي الأمير أندرو سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وأثنى على جهود سموه وإسهاماته الطيبة في توثيق العلاقات المتميزة بين المملكتين. وقد اشتملت المقابلة على إقامة مأدبة عشاء تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك.